الحمد لله. اولا كنت كان لي الشرف انني نكون حاضر في التظاهره الكبيره هذه. شرف لنا كمغاربه ان تكون الرباط هي عاصمه الثقافه الافريقيه. قمنا بواحد الاغنيه خصيصا لهذا الحفل هذا، واللي كتحدث على هذه التظاهره وعلى ان الرباط هي مدينه العاصمه الافريقيه. والحمد لله في الكليب حاولنا نبرزوا اهم المناطق ديال الرباط والمعالم ديالها والاثار ديالها، باش نعطيو واحد الصوره جميله على مدينه الرباط. تبارك الله، مدينه الرباط مدينه جميله بزاف. لم يعني من لا البنيه التحتيه ولا الاثار ديالها ولا التاريخ ديالها العريق اللي كيشهد على هذا الشيء. وانا تشرفت انني نكون انا والزملاء ديالي قمنا بهذا العمل، واننا قدمنا للجمهور عمل في المستوى، وان في المستوى ديال مدينه الرباط. بخصوص الاغنيه ديالك على الجاريه، واش كاين معها شي برنامج ولا غير الاغنيه فقط؟ لحد الان قمنا غير بالاغنيه باش نرحبوا الجاليه، لان انتم عرفتوا مع هذه الجائحه ديال كورونا الجاليه المغربيه منهم بزاف اللي ما جاوش للمغرب هذه يعني من قبل ما تبدا الجائحه. فالفكره جات واقترحوا عليا، عجبتني بزاف. وبما انني حتى نائب المهجر فكنت صوت استقبال الجاليه المغربيه. يعني بصراحه كيقولوا الهرب انت في الحمله ديال الاحرار، راك وليتي معاهم، واش القضيه صح؟ انا فنان كل المغاربه، انا ما عنديش انتماء محدد، وانا ماشي انسان متحزب. وبالعكس حنا اي واحد فيه الخير لبلادنا حنا بالعكس حنا كنساندوه، ونتمناو ان البلاد ديالنا دائما تزدهر وتزيد للامام. فهذا هو اهم شيء. لا يهم الحزب اللي غادي يوصل، الحزب اللي غادي يخدم، المهم انه يخدم مصالح الشعب. جديد الفني، جديد الفني واغنيه مستحيل اللي صدرت هذه اقل من شهر، والحمد لله عرفت ردود افعال ايجابيه زوينه بزاف، عجبت الناس وحققت الحمد لله نجاح مزيان اكثر ما كنا نتصوروا. وكاين اغاني ان شاء الله اللي جايه في الطريق، كاين بعض الاعمال اللي غادي نخليوها مفاجاه للجمهور ما نتحدثوش عليها الان. شكون الفنان تبغي دير مع الديو؟ فنان؟ فنان او فنانه؟ بزاف. الا قلت غير سميه وحده غادي نظلم الفنان. بالعكس، الا كان مغربي يكون لي شرف انني ندير مع فنان ولد بلادي. كنت مستشرقه في المجال التمثيل؟ المجال التمثيل؟ نعم. كانت عندي تجربه قبل وما كتبتش، ما خرجتش للسينما، ولكن ان شاء الله علاش لا، الا كانت شي تجربه اخرى حنا موجودين. اغنيه مستحيل لقات اقبال كبير، ولكن دارت جا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيقولوا ربما من بعد ما خرجتي في التصريح اللي تكلمتي فيه على حد خاصه، هذا كان بثابت انك كتبرير بان هذيك كانت قصه ودازت. اظن هذه القصه ديال اي واحد عاش نفس الظروف ونفس القصه، فهو موضوع جديد غير مستهلك قبل، وموضوع اللي انا بالعكس موضوع انا اللي حسيته قريب ليا بزاف اول ما سمعته من عند الملحن والكاتب. نذكر اغنيه مستحيل باللي راه اغنيه اللي دارت كما نقولوا تفصلت سبيسيالمون على الدوزي، والحمد لله بالعكس الاحساس ديالي في الغناء وصل للناس. واقع معيشي اللي كيعيشوا بزاف الشباب اللي مروا بعلاقات عاطفيه غير ناجحه. من كان هديها؟ كان هديها لكل واحد مدمر. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.